السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور برنامجنا محور مهم جدا، نسوي العالم موضوع الأزمة السياسية والانسداد السياسي وغيرها من الأمور. حتى موضوع العيد ما كان بنفس النكهة اللي مستمرة بالسنوات السابقة بسبب موضوع مهم، وهي موضوع العواصف الترابية اللي أثرت على حياة المواطنين وعلى اليوم حتى أمورهم اليومية من موضوع العمل وغيرها، العطلة، الإجازات. هذه العواصف اللي حقيقة أعداد كبيرة جدا راحت إلى المستشفى في أيام العيد. حالات اختناق وصلت فقط في العاصمة بغداد إلى تقريبا 5000 حالة ما عدا المحافظات الأخرى. هل هناك تقصير حكومي؟ هل هناك تقصير من الجهات المعينة بموضوع الأتربة وازدياد العواصف وقلة التشجير؟ ليش دائما الإعلام يركز على موضوع العواصف الترابية؟ ما سمعنا فد يوم عواصف ترابية كبيرة بهذا الحجم وبهذا العدد بالدول المحيطة بينا. شنو الفرق؟ هل فقط في العراق؟ هل اليوم التغير المناخي بيأثر تأثير مباشر على هذا الموضوع؟ قلة الواردات المائية، قلة الحصص المائية، جفاف بعض البحيرات المهمة. وشاهدت الفيديوهات الكثيرة، أحد الأشخاص اللي يتمشى في وسط نهر دجلة، بحيرة ساوة، بحيرة حمرين، البحيرات الأخرى، الأهوار. اليوم من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل هذا موضوع طبيعي أو موضوع اليوم يجب اليوم نذب اللوم والتقصير على بعض الجهات؟ اليوم حقيقة حلقة الجميل بيها أنه عندنا كثير من الضيوف اللي عندهم معلومات ممكن نستفاد منهم بهذا الموضوع المهم والخطير اللي يمس اليوم حياة المواطن العراقي. بالبداية ورحب بالست روان الزيدي المدير الاداري لشركه نخله، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. الله يحفظك. وعبر السكايب الاستاذ رمضان حمزه، المدير محل استراتيجيات المياه والطاقه في اقليم كردستان، اهلا وسهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا. طبعا ابدا مع الست روان الزيدي، بما انه مشروعكم متخصص اليوم الى ارتباط بموضوع النخله والزراعه. صحيح. هل هدف مشروعكم هو بالبداية ربحي أم من أجل البيئة العراقية؟ بالبداية أحب أقول لكم شكرا على هذه الفرصة الحلوة بهذا التوقيت. صراحة التوقيت يلعب دور جدا بالظهور حتى نوضح مشاكل معينة وطريقة الحلول مالتها، خصوصا في بيئة ريادة الأعمال. اليوم مشروع نخلة، أو إحنا خلاص لازم نسميها خلاص شركة نخلة. نعم. شركة نخلة هي الشركة الأولى في العراق تعتبر شركة زراعية مجتمعية. يعني إحنا اليوم كشركة قطاع خاص لا نهدف فقط إلى الربح المادي، لكن كذلك نهدف إلى إحداث تغيير بيئي مناخي. هذا التغيير البيئي يساهم في إحداث تأثيرات وأمور تأثر على حياة المواطن وحياة الناس، سواء كانت في العراق أو في الشرق الأوسط. لذلك اليوم إحنا شركتنا نسميها social enterprise، شركة مجتمعية. مصطلح في ريادة الأعمال يختصر فكرة أنه هي تهدف لزيادة الأموال كرأس المال والأرباح، بنفس الوقت بالتغيير البيئي والمناخي. نعم. ست روان، خلي اليوم بموضوع العواصف الترابية، هل دخلت بالأجندة الخاصة بكم كشركة؟ تكلمتوا على هذا الموضوع؟ طبعا. هل به حلول؟ طبعا. الفكرة من الموضوع قبل شوية ذكرتوا أنه هل إحنا لازم نوجه اللوم على جهة معينة أو مجموعة جهات، أو أنه هل هو شيء خلينا نسميه سماوي أو إلهي أو أي شيء؟ لأنه إحنا اليوم لما صارت هذه العواصف بلشنا نشوف على السوشيال ميديا أنه أكو ناس تقول هذا غضب رب العالمين، ناس تقول هذا تقصير جهات حكومية معينة. صراحة هي كلهن، يعني إحنا اليوم كمواطنين وكشعب نتحمل جزء كبير من المسؤولية، المؤسسات الحكومية والخاصة مع بعض تتحمل جزء كذلك كبير من المسؤولية، بنفس الوقت المنظمات والجهات الداعمة للتغيير المناخي والحفاظ على البيئة هذه هم لا تتحمل مسؤولية، كذلك الدول المجاورة تتحمل مسؤولية كبيرة بتغيير مناخ العراق بسبب قطع الحصص المائية. بالضبط. فإحنا اليوم كشعب وكمواطنين نتحمل المسؤولية الأكبر صراحة، لأنه مو الحكومة اللي دا تجي تغير البيت 600 متر اللي بيه حديقة،
100 متر ولا 50 متر وبي، وحتى لو شجره ولا شجرتين تسوي 6 بيوت و7 بيوت على نرجع انه هذا انه مش مشكله اليوم، مشكله حكوميه ما وفرت السكن الملائم للمواطنين، اضطروا باختصاص بيوتهم صح؟ اكو شويه هيك واكو شويه جشع واكو شويه البيوت صارت بالعقارات كل ما تقل مساحتها كل ما يزيد سعرها، فصارت اصرف من الناحيه الماديه لابو البيت انه هو يقطع بيته ويبيعه. فالمشكله قلت لك هي مسؤوليه مشتركه على الجميع، حتى يوم المواطن يتحمل هذه المسؤوليه. طبعا والمواطن يتحمل المسؤوليه الاكبر بالمناسبه، لانه هذا التضخم السكاني في مكان واحد واهمال الحدائق واهمال الريف، اهمال المناطق الريفيه واهمال الزراعه، هذا الشيء هم لدى يأثر بصوره جدا كبيره. احنا اليوم ما اريد احكي عن صحراء الانبار، لانه صحراء الانبار ذات ست خلص، نحكي يعني المنطقه اللي بعدها شوي. نعم، خلينا ننتقل الى الاستاذ رمضان حمزه. استاذ رمضان ارحب بك مره ثانيه، ويعني حقيقه انت في محافظه دهوك. نعم. الاجواء جميله عندك. اكيد. شنو الفرق اليوم بين اقليم كردستان وباقي المحافظات العراقيه بموضوع العواصف الترابيه؟ اولا شكرا جزيلا واهلا بك وبضيفتك الكريمه. موضوع العواصف الترابيه اللي صارت كتبت عليه ونوهت انه هاي العواصف الرمليه او الغباريه بالاحرى، يعني هي الغباريه جزء من الرمل جزء من التراب، هاي قلت واكد انه بها ان هاي لان بعد شلون يفسرون نظريه مؤامره شنو العقليه. هذا الموضوع اللي صار بالعراق العواصف الرمليه، احنا معتادين احنا ولد هالبلد نعرف المواسم الرياح الخماسينيه ونعرف كل هاي معروفه لدى الانواع الجويه ولدى عامه الناس اللي يعني اللي هم كبيرين في السن يعني يعرفون المواسم. حتى يعني قبل ما كان اكو هيك توقيتات وانواع جويه وفيسبوك وتعرف باكر اكو مطر، الناس كانت تروح شو اسمه تشوف النجوم وتلطي فت توجهات انه الموسم راح يكون كذا وكذا، وكان تقريبا توقعاتهم لحد معين صحيحه. احنا بهالتكنولوجيا الحديثه تجينا لبغداد 4-5 عواصف لمده قصيره وتخابر ابو الاردن يقول لك ما شاء الله جو ربيعي ابو السعوديه حالوب تشوف تركيز، هذا يسموه علامه استفهام كبرى على الموضوع. على كل الموضوع صار انه احنا طبعا السبب الرئيسي انه اكو هناك صراع على موقع الصحراء الغربيه العراقيه والواديه، صحيح، اللي صراع جيوسياسي. نعم. هذا الصراع الجيوسياسي يمتد جذوره القريبه من روح البعيده، القريبه انه الصين رادت تسوي حزام اخضر وتدخل منك على اساس منك على طريق الحرير وبها مسائل تجاريه، وبعدين امريكا حددت حتى يعني حكومه سيد عبد المهدي كانت احد ضحايا هذه المشكله. بالاخير هذا الاصرار اللي يصير وحقول الغاز الموجوده والظروف اللي صار في الحرب الاوكرانيه، انا طبعا اخذها من جانب سياسي وبعدين اجيك على الجوانب البيئيه وتغييرات المناخ. هذا كلها دفع انه هاي الحركه اللي تصير اللي اقول لك عليها علامه استفهام صارت بالصحراء الغربيه وخنقت بغداد في هذه الظروف، فما كان اكو يعني تفسير انه الناس تقف وتقول لماذا بس العراق ولماذا هذه مجموعه المحافظات او لماذا. السؤال اللي مشى انه هاي حتى يعني المفروض الدوائر المعنيه الكليات والناس اللي اهل الاختصاص المفروض ياخذون هاي الذرات اللي هذا يفحصوها يشوف البي اي مالته يعني ماس اوف البارتيكلز الكتله مالتها تختلف يعني. استاذ رمضان خلي اتوقف وياك بنقطه مهمه اليوم، يعني من خلال كلامك انه اكو جهات متعمدة بموضوعة العواصف الترابية. نقول قد. زين كيف الطريقة؟ كيف إنه أنا اليوم أسوي عاصفة ترابية؟ لا هاي سهلة استاذي، هاي الصحراء الشاسعة اشتغلت بها بالثمانينات، هاي أسهل منها ماكو بهالتكنولوجيا، بس المفروض الدوائر المعنية ووزارة العلوم التكنولوجيا وهاي الكليات الموجودة الأهلية والحكومية تاخذ منها التراب وتفحصها في بغداد في الأنبار في 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 في, في النجف، تفحصها وتشوف البي ام مالتها ايش قد، القطر مالتها ايش قد ونوعية ايش قد، برتقالية حمراء صفراء، الكيميكال كومبوزيشن مالتها، على ضوء تحدد المصدر هي
مصدر داخلي وخارجي، وبعدين حركه الرياح اللي جتي، هاي المسائل بيها يعني الناس تقعد عليه، يعني الدول من تصير شي حاله الناس الاكاديميين يصير نوع من الحركه وتصير مختبرات تشتغل، ومثل الكورونا اللي صارت تشتغل وتشوف شلون قالوا نريد اللقاح تشتغل، ويقول لك يجي لك بعدين بحث علمي رصين يقول لك ترى طبيعيه 100% والدليل هذا البحث او مجموعه البحوث العلميه، او يقول لك بها علامه استفهام، اذا ما يحدد الجانب همين ما يقدر يحدد لان جوانب اخرى، بس يقول لك انا احنا نشك هذا البحث استنتجنا انه هاي ما كانت حاله طبيعيه، فهذا ماكو هيك حركه. اذا 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 عندك مجموعه وزارات والجامعات ما حد يتحرك، عرف نوع التربه شنو، نوع الغبار شنو، حجمه ايش قد، اتجاهها شنو، وليش هالكثافه اللي صارت، ما قارنها مع السعوديه، ما قارنها مع الاردن، ما قارنها، هاي المواضيع معناته الموقع الجيوسياسي للمنطقه يطغي على 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 مواضيع اخرى، فكانت هذه العاصفه الغباريه او العاصفه. نعم استاذ رمضان، طبعا احبه المشاهدين اكيد مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن خلينا نشوف هذا الفيديو اللي فيه الكثير من المعلومات حول العواصف الترابيه. رجعنا لكم احبتي المشاهدين، شاهدنا هذا الفيديو اللي حقيقي لما انه اشاهد معلومه ستروان نحتاج مليارات من الاشجار، يعني هذا الرقم شلون يتحقق؟ الفكره من الموضوع هي مو حزام بغداد لازم احنا اكو فد نقطه لازم نفهمها. حزام بغداد لازم ما يبلش من الحدود العراقيه السوريه او الحدود العراقيه السعوديه. نعم. حزام بغداد لازم يبلش ما بعد الصحراء الغربيه عندنا. بكل الأحوال أنت حتى بكمية المياه الجوفية. هذا الحزام الأخضر للعراق ولا لبغداد؟ للعراق. للعراق. نعم. للعراق يبلش ما بعد الصحراء الغربية، لأن الصحراء الغربية تربتها هي نفسها إيش قد ما حتحاول أنت تستصلح من عدها راح تكلفك موارد وراح تكلفك مياه جوفية كانت أو سطحية أكثر مما أنت لو مخليها من بعدها. نعم. يعني هي الفكره بالتنوع الديموغرافي اللي عندنا اياه والتنوع الجغرافي اللي صاير انه احنا هذه الارض صعب جدا انه نحولها من صحراء الى غابه. لكن المناطق اللي بعدها هي طبيعتها صحراء. بالضبط. وحتى التربه مالتها هي رمل، هي مو تراب، هي نعم. رمال. من بعدها تبلش الاراضي اللي هي على حدود الانبار وصولا الى النجف وكربلاء والسماوه وجنوب العراق، وصعودا الى المناطق الشماليه الغربيه. هذه المناطق هي اللي تستصلح بحزام بغداد، هذه المناطق هي اللي تنحط بها 5 مليار و6 مليار و12 مليار شجر. مو الافضل ان كل محافظه تكون لها حزامها الخاص؟ طبعا اكيد. نعم. لانه انت بالنهايه انت على طول السنه عندك رياح شرقيه ورياح غربيه. لكن الفرق وين؟ احنا نركز على الرياح اللي دا تجينا من سوريا والسعوديه عن طريق الصحراء الغربيه وصولا الى وسط وجنوب وشمال العراق اكثر، على اعتبار انه المناطق اللي مجاوره للعراق من الجهات الاخرى. نعم. هي ليست بمناطق صحراويه. فحتى الرياح اللي تجي حتى الاتربه اللي تجي من عندنا ستروان. كلام الاستاذ رمضان حمزه وخبير بهذا الموضوع. يعني حقيقه من خلال كلامه قال اكو ممكن تعمد بهذا الموضوع. هل عندك فكره على هذا الموضوع؟ صراحه اتفق واختلف. اي موضوع تتفقين باي موضوع تختلف؟ اتفق بجانب انه الموضوع لازم يدرس اكاديميا ولازم يكون اكو بيه بحوث ولازم يكون صحيح اكو بيه دراسات وقياسات، لانه انا تخصصي كيمياء. نعم. وعندي دبلوم بالموليكيولار كيمستري بالكيمياء الجزيئيه. نعم. هذا الاشياء
الامور اللي احنا بتجينا نحط عليها علامات استفهام باسبابها، احنا ما متعودين عليها، ده تجينا اول مره، لازم ندرس نعرف اسبابها حتى اول شيء يا اما نتعمق بدائره نظريه المؤامره او نطلع من عندها. لانه بالنهايه هو الدكتور ذكر حكايه انه يا اما تكون نتيجتها طبيعيه 100% يا اما لا، انه اكو بيها نسبه من التعمد، وهذا الشيء يعتمد على لون الذرات وحجمها. نعم. والفرق الجزيئي بين ذره وذره. زين، صايره في اليوم بالتاريخ مثلا ناس متقصده مسوي عاصفه ترابيه؟ شوف، الكوارث الطبيعيه بشكل عام جزء كبير من عندها يكون متعمد، خصوصي الزلازل، خصوصي البراكين، اكو اوقات تكون براكين انه يكون ساكن وبعدين على غفله البركان يهيج نتيجه. نعم. فالطريقه معينه او فد نشري معين احتمال يكون ما مقصود واحتمال يكون مقصود، لكنها يعني من خلال كلام استاذ رمضان يستند على موضوع يقول لك ليش ما شاهدنا مثل هذه العواصف مثلا بالاردن او بالسعوديه، هاي الجهه اللي قاعد تجينا منها العواصف الترابيه. شوف، اني استبعد نظريه المؤامره من الناحيه انه ليش ما صارت عندنا عواصف، اخليها شويه من باب انه احنا عندنا حصص مائيه، هذه الحصص المائيه وعندنا هوايه اتفاقيات سياسيه تجاريه بيئيه ويا دول الجوار. نعم. بيتم الاخلال بيها وديتم احنا يعني باللغه الدارجه نقول دينوكل حقنا بيها من طرف الدول الجوار، من طرف دول الجوار، بحيث انه احنا بدنا نوصل لمرحله انه احنا ما عندنا موارد مائيه كافيه انه اني اسوي حزام اخضر مثل ما هم مسوين ببلدانهم. انت اليوم اذا تروح للسعوديه او تروح للاردن نفسها. نعم. الاردن يشترون مي الشرب. صحيح. يعني وعندهم نظام اعاده مياه، يعني اعاده تدوير المياه الثقيله، الاردن يستخدمون مياههم الثقيله في الطبخ وفي الغسل وفي امور اليوميه يعني. فمع ذلك تشوف المناخ مالتهم نسبه لعدد الاشجار اللي عندهم اياه. سوريا اللي دخلت بنفس الظروف السياسيه والحرب اللي صارت عندنا، حتى عندهم قلت حصص مائية من الفرات، حتى قلت عندهم حصص مائية، مع ذلك هم حتى هاي القلة هي اللي تكون كافية بالنسبة لهم. نعم، خلي انتقل إلى الأستاذ رمضان حمزة. أستاذ رمضان حمزة، إلى اليوم كيف على الحكومة العراقية على الوزارات المعنية تقلل العواصف الترابية، ولو هذا الشيء مو بيديهم أصلا ما يقدرون؟ أستاذ الفاضل، الحقيقة موضوع العواصف الترابية متعلق بالموارد المائية. المعنيين في وزارة الموارد المائية يعني يضيعون حقوقنا بطريقة أو بأخرى بدون أن يعني يعرفون المعلومة. اسأل أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل القانون. يجينا شخص من وزارة الموارد المائية ويقول نريد نتقاسم الضرر مع دول المنبع. اصلا دول المنبع ما متضرره، هي اللي مالكه للمي، هي اللي خازنه المي وحاجزه المي. انت دائما تطالب بتقاسم المنفعه، لان الماء هي منفعه، الماء مو ضرر، مو فيضان جتي حتى تقول اغرق لك مدينتين وبعدين تعال اغرق مدينتي، ماكو يجي شيء. هذا المصطلح خطا، هذا ينطي مساحه وفسحه للدول الجوار ودول التشارك المائي بالانهزام والارياحيه. تصور صار عندنا مؤتمر، يعني طبلنا الى مؤتمر بغداد الثاني، كان لي ملاحظات على اسمه، قلت لهم العراق اكبر من بغداد، من تحكي على المي، مي العراق، اكتب مؤتمر العراق يعني. على كل صار، وصار الثاني صار، تصور اللي صار انه عنوان المؤتمر كان واسع جدا، التغيرات المناخيه وتاثيرها على المنطقه. انت تعاني من ازمه مائيه خانقه، وانا سميتها معضله، وقلت له راح نتعدل المعضله الى كارثه انسانيه، واحنا على ابواب شفا كارثه انسانيه. نعم. اللي هذا مال ديجل اللي شفناه والجفاف. احنا مشكلتنا كلها يكون ان يعني الارقام اللي تردنا غير صحيحه. الموسم الزراعي كان 100 صار 50 لان جفاف، صار 25 لان تكرر الجفاف، صار 10 لان ما عندنا ذاك الخزين. يعني المساله استاذي، العواصف الرمليه
هي محطة أو أحد المحطات أو المسارات اللي أشرتنا بوضوح مدى الأزمة اللي تعيشها الحكومة العراقية من وراء إهمالها للملف المائي. الملف المائي بها تجاوزات وراء سدة الغراف مجموعة مشاكل بين العمان ولو من الإقليم، بس أنا اختصاص أتابع يعني سوء تفاهم بين واسط وميسان والبصرة. من تجي تعطيني أرقام، هالأرقام ما تشفع. أنت أنا ذكرت بمنتصف هالشهر القادم يعني راح تكون أزمة، يعني يطلع لك تصريح يقول لك يا ناس نقدر نضمن لكم مياه شرب. هذا ما ممكن يمر هيك بسلام. يعني وين الحكومة اللي تسأل تقول أنت شلون خططت إنه يعني زين جدنا سنة مائية مطيرة 2019-2020، إحنا ليش ما خزننا 10 مليارات بسد الموصل حتى على الأقل كفينا؟ يوسف عليه السلام يعني خلينا نستفاد من تجارب صار رمضان ب 2019 خزنوا كل سدودنا الخزنية امتلأت. لا استاذي انا كنت موجود، كلها جدتي خزنت وراحت وصارت مال اسماك وصارت تجاوزات عليه واطلاقات اكثر من هذا وراحت. يعني يا اذا كانت مخزونه دكان 6 دربندخان 3 هاي 9 موصل 9 هاي يعني كفيك مثل سيدي يوسف كان كفيك 7 سنوات انعجاف. ما ممكن بحيره سد حمرين تجف بهالسهوله، بحيره بثلاث مليارات متر مكعب تجف موسمين. اين نحن من الاداره المائيه؟ استاذ احنا صار لنا 45 سنه في هالمجالات، اشتغلنا بهالصحراء الغربيه واشتغلنا. احنا نريد نقول يا ناس دعوا السياسه للسياسيين، انتم اخذوا الجانب الفني. صحيح. الجانب الفني واضح، الجانب الفني نضيعه بمصطلحات ما نعرف معناها. تقاسم الضرر شنو؟ انت متضرر شنطيك يعني، هو ابو المنبع ما متضرر شنطيك يعني، انت طالبه بحصصك الحقيقيه. شنو هالتقاسم اللي هذا؟ لو تقول تقاسم منفعه اللي عندك نتقاسمه، لو تقول اريد حصصي على سنه الله ورسوله بالعرف الدولي والاتفاقات الاطاريه ودولتين ذكرت واذكر في الشاشه الموقره انه دولتين منهمك يعني انهاك فظيع بالاقتصاد. تركيا ليره شو اسمه يعني منهاره، الريال الايراني منهار، دولتين واحده تحت الحصار واحده تحت ضغوطات كبرى. اردوغان يوميه بالسعوديه والخليج وهذا بس شو اسمه هسه راح اللي يصير. وذكرت في 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 ل ل ل لقاءاتي انه راح تشوف كثافه الزيارات التركيه للعراق لان يحتاجون مال للانتخابات 2023، يدغدغون مشاعر العراقيين بشويه تصريف مياه. ما ممكن انه انت تكون حاله تحت الطلب، ما ممكن تكون اندر كول. انت بلد لك حصص وعندك دوله وعندك محافظات ومثل ما تفضل. نعم استاذ رمضان، الريف العراقي مهجور هسه يعني العلامات الاستفهام اللي صارت مفروض الحكومه تستقيل، سواء الحكومه المحليه بالسماوه او حكومه بغداد من وراء جفاف الساوه حقها شو اسمه. واني توقعت راح تصل الحبانيه، بس نخليها يجي مثل عليج بالحلق والله صارت وليش. احنا للاسف اسمع خبر فقط للترند وفي مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط، ما ممكن. لا المفروض هذا. نعم استاذ رمضان، راح اكمل اكيد معك محاورنا الكثيره، ولكن عندنا تصريح لممثل الهيئة العامة للأنواء الجوية حول موضوع العواصف الترابية، توقعاتهم للأيام القادمة. شوف هذا الفيديو وراجع. العاصفة الترابية هي نتيجة، احنا كعلميا نتيجة تقدم كتل هوائية باردة باتجاه كتل هوائية دافئة. راح يصير عندنا ارتفاع بالكتل الهوائية الدافئة فوق الكتل الباردة. هذه الكتل الهوائية الدافئة راح تكون محملة بذرات من التراب وتكون دقيقة، هذا يساعد على تصاعد الغبار. إضافة إلى احنا هشاشة الأرض، عدم تماسك الأرض، أي سرعة للرياح راح تكون عامل مساعد لتصاعد الرياح، وخاصة احنا عندنا بالمناطق أكثر المناطق اللي تبدأ منها التصاعد الغبار هي المناطق الغربية والمناطق الصحراوية المنفتحة، فتكون هذه عامل مساعد إلى تصاعد الغبار. قلة الغطاء النباتي، قلة الحزام الأخضر، المفروض عندنا بحيرات تكون أكثر، عندنا كثرة التصحر، عندنا جرف الأراضي.
أولا نصيحة المواطن خاصة الأخوة كبار السن اللي يشكون من الأمراض التنفسية الجهاز التنفسي، دائما عن الحذر هو لبس الكمامة، هذا ضروري. الجلوس في الأماكن يعني مثل بالبيت إذا ما عندك فالشغلة مهمة، أنت ما يحتاج تطلع. كل حالة جوية مغبرة عندنا تقرير استباقي تحذيرات جوية، هذه التحذيرات الجوية النسخ من تروح الأمانة العامة مجلس الوزراء، الموارد المائية، الزراعة، الدفاع المدني وخاصة وزارة الصحة، لأخذ الاحتياطات الواجبة والحيطة والحذر من الأخوة اللي مصابين بهذه الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين بعد ما شاهدنا هذا الفيديو اللي يتكلم على موضوعة العواصف الترابية. ست روان، ما هي نوعية الأشجار اللي ممكن نستخدمها؟ هل ممكن مثلا كمشروعكم اللي مرتبط بالنخل العراقية، هل نخيل مهم بموضوعة الحزام الأخضر طبعاً في سد العواصف يعتبر من الأشجار المهمة بهذا الموضوع طبعاً، لو أكو أشجار أهم؟ شوف أنا ما أقدر أتكلم لك عن بقية الأشجار لأنه صراحة مختصاصي، نعم، بس أقدر أقول لك أنه النخلة عالميا صنفت على أنها أكثر شجرة، نعم، بقول شركة، يعني أكثر شجرة أكثر شجرة تتحمل تلوث البيئي، نعم، سواء كان تلوث جوي أو تلوث تربة، بالإضافة إلى أنها الشجرة من الأوائل أو من الأشجار الوحيدة بالعالم اللي هي قادرة على امتصاص الانبعاثات الغازات السامة من الجو، تربطها في الكرب والسعف اليابس ما يوصل للثمار مالتها. احنا عندنا مشكله اوقات بالزراعه انه لما يرشون مبيد كيميائي او لما يكون ارض ملوثه هذا التلوث هذا راح يوصل للثمر. النخله بها شغله حلو انه هذا التلوث لما بده تسحبه من الجو او لما بده تسحبه من التربه مالتها بده يروح فقط للسعف اللي بينقطع خلال موسم التكريب سنويا. نعم. وهي اكثر شجره بالعالم تتحمل جفاف. فبالتالي النخلة تكون من ضمن حسب معلوماتي وحسب الدراسة اللي قريتها قبل فترة انه هو الحزام الأخضر لازم يكون عبارة عن 3 صفوف من الأشجار، نعم، شجرتين من الأوراق الكبيرة شان السدر أو غيرها من الأشجار المعمرة، نعم، بالإضافة إلى النخيل يكون حاجز وسطي. النخلة من هي أكو أشجار مثمرة، نعم، بالبداية معمرة، من بعدها النخيل، بعدها أشجار مثمرة أخرى تكون أقصر شوية من النخيل، ممكن تكون الحمضيات، نعم. الفكرة من عندها أن النخلة ما راح تسد لك تراب، ما راح تكون مصد للتراب، لكنها راح تكون عامل اقتناص غازات وانبعاثات ممكن تكون سامة ومضرة، منتجة للأكسجين، طبعا منتجة للأكسجين بكمية، منتجة للأكسجين ومقتنسة لغاز ثاني أكسيد الكربون بكميات عملاقة، نعم. حسب دراسة جامعة كاليفورنيا بالتعاون ويا جامعة واشنطن، نعم، النخلة تقتنص من الكربون سنويا ما يعادل 2 طن CO2 خلال عمليات النمو والتنفس، نعم، وهو ما يعادل عوادم سيارات 2 تشتغل 6 أيام بالأسبوع 18 ساعة باليوم خلال السنة، نعم، النخلة الوحدة، نعم. أريد أعرف بموضوع أيضا مهم على موضوع النخيل، شركتكم مختصة فقط بمثل أخذ الثمار وتنظيف النخيل لو زرعته؟ إحنا حاليا نقدر نشتغل على موضوع الزراعة همينة، نعم، دنبلش أكثر شيء سوينا في النظام اللي هو إعادة الاستثمار بالأراضي النخيلية. اليوم الفلاح شنو دا يسوي؟ دا يحاول انه هو يا اما يترك المزرعه مالته او انه هو دا يلتجئ للمدينه ويجرفها او انه هو دا يقطعها ويبني طاب زراعي الى اخره. اليوم احنا طبينا للمزارعين ولاصحاب الاراضي الزراعيه بنموذج عمل انه احنا ليش دا تسوي كل هذا بينما انت تقدر تستثمر بالمزرعه مالتك، منها انت تساهم بالتغيير البيئي، منها تستفاد انت مانيا من خلال نموذج تقاسم الارباح بنسب معينه، منها المنتج مالتك ده ينباع بالأسواق ده يصدر إلى العالم، بنفس الوقت أنت بتساهم بالتغيير البيئي والمناخي في العالم. هذا بالعراق، هذا الشيء إحنا بنشتغل عليه حالياً. بنفس الوقت عندنا البلان اللي إحنا بنرتبها حتى نبلش الشغل عليها إن شاء الله في نينوى والعراق وبغداد، اللي هي لزراعة النخيل في الأماكن المخصصة أو المهيئة إنه هي يزرع فيها النخيل، سواء كانت في مساحات خضراء، نعم، داخل المدينة أو على أطراف المدينة على شكل حزام. تحتاجون أرض زراعية هل تزرعون بيها؟
مملوكة للشركة يعني، ولا قدمتوا طلب مثلا؟ احنا اليوم بنشتغل على تعاون ويا وزارة الزراعة. قبل فترة كان أستاذ لبيب مدير المشروع عنده لقاء ويا وزير الزراعة، بنشتغل على تعاون حتى نقدر على أقل نحصل منهم الدعم اللوجستي بتخصيص أراضي ممكن تكون هي أراضي تابعة لوزارة الزراعة، لكن يتم زراعة النخيل ورعايته في داخل هذه الأراضي من قبل شركة. نعم طبعا. ننتقل للأستاذ رمضان حمزة. أستاذ رمضان، رأيك أكيد أنت متابع قوي جدا للسوشيال ميديا، تشوف أكو حملات تشجير تقوم بها منظمات، مجموعة من الشباب، هل يعني رأيك بهذا الموضوع؟ أكو بعض الناس يشكرون عليهم يعني يقولون ممكن أنك أكثرهم يفقدون الخبرة، لأن أكو بعض النوعيات الأشجار ما تناسب العراق، بعض الأشجار مضرة على البيئة العراقية، رأيك بهذه الحملات؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أكو علم وأكو يعني ناس ماخذة ماستر ودكتوراه يسموه الأليلوباثي. الأليلوباثي علم يدرس في علم النبات، وهذا كان الحكومة العراقية قبل 2003 ماخذ هذا الموضوع بجدية بالمحاجر، يعني بالنقاط الحدودية بندخل نبته، هاي كانت بالمحاجر تفحص، لأن الإلوباثي إنه مثلا مرات تصير عندنا يعني حكي بالعامية يقول لك يعني مثلا على سبيل المثال قد ما تكون صحيحة، بس يعني يقول يعني زارع لي رمان وبصفتين أو كمثرة، شو هاي صارها كم سنة وزارعها مدى تثمر؟ نعم. فأنت من تعرضها على واحد اقتصادي يقول لك هاي الإلوباثي. الإلوباثي نوع من الأنزيمات، أكو شجرة شلون مثل البشر تفرز على الشجرة الأخ، فما تخليها إيش تنمو. هذا هذه ومجموعة الأمراض اللي تدخل اللي طبعا هسه إذا أجيب لك مثال، كنت بتونس قبل 10 سنين تقريبا. هناك بتشوف التونس والزيت التونسي وتونس الخضراء، أول خلينا نجي على المي، كانت كلها تونس الخضراء بمياه معالجة مثل ما فضل الست روان بالأردن. هاي واحد. اثنين، حاليا اذا تشوف السوشيال ميديا على المواقع التونسيه يقول لك منظمات بعد زين الدين العابدين بن علي، نعم، في الحدود صارت مفتوحه، الناس صار لها نوع من الحركه، الاسبان بطريقه يعني هي خلينا نقول هم بها ما ندخل بها ريحه نظريه المؤامره، نعم، بس هم يقولون وشوف تابع المواقع مالتهم، نعم، دخلوا لهم نوع من الزيتون الاسباني اللي مثل حجر، الزيت ماله قليل ويقتل الاشجار الاخرى، هذا زيتون اللي مبارك اللي مذكور بالقران، نعم. فتصور اكو مؤامره عالميه على هيك دول لازم تؤخذ بنظر الاعتبار. ما اقول لك يعني قد يعني بس خليج قد كبيره ونسوي له بحوث. فهذا التونسيين يعني طبعا والله تعجبت انه شو اسمه، فهسه الانتاج التونسي بدا ايش يقل ويعني يتراجع، لان هذا الصنف اللي هو يعني على اساس الى ميزات، بس ترى ميزاته كلش خطيره. احنا يعني مع الاسف من تدخل بعض الاشجار يقول لك هاي صغيره وهاي مدري ايش، هاي المفروض اهل النبات اهل الاختصاص يدرسوه، والحكومه يعني شلون مرض ينقل مثل كورونا اللي كان يعني انه انت تدخل من المطار أو نقطه حدوديه تفحص وتعالج او يصير عليك حجر. هاي النباتات جدا مهمة، من زمان ذكرنا انه هاي مو سهل تدخل، لان هاي راح تصير لك مصيبة، نعم، تسوي لك مشاكل، نعم. وبعض الحيوانات نفس الشيء، يجيب لك حيوان من الحيوانات الأليفة وهذا سريع التكاثر. هاي المسائل المفروض تكون الحكومات المحلية، الناس الفلاح يكون لهم دراية بالموضوع ويأشرون الخلل، واهل الاختصاص يروحون دور الارشاد الزراعي هذا. طبعا المفروض استاذي وزاره الزراعه المفروض تستحدث، اكو شلون احنا استحدثنا وزاره التكنولوجيا والاي تي، الاي تي وين كان موجود قبل 20 سنه؟ اي تي هسه كل مديريه تروح عليه يقول لك شعبه الاي تي، هاي وين كانت قبل 20 سنه؟ زين كان بيها الاضابير. هسه استاذي المفروض وزاره الزراعه على شغله الاليلوباثي وعلى شغله هذه الاصناف اللي تدخل، هاي شغلتهم اهل الاختصاص يعني بالزراعه وبقسم النبات. احنا يعني مشكلتنا ان كل ما هذا ده يدخل العراق، قلنا التراب يابا ما له حدود سياسيه، بس لاول مره طبعا تاكيد لكلامنا انه يقول لك هاي
العواصف من داخل العراق. أنا ما شايف عاصفة بداخل العراق بهالثقل وبهالثقل وبهالمسافة وبهالمدة الزمنية. نعم. يعني هاي اللي كانت تيجي كنت أتابعها إلى ألوان اللي تيجي من موريتانيا وتعبر الصحراء والبحر المتوسط والصحراء المصرية ومن تيجي حتى مع الأردن معروفة مع السعودية كلها معروفة الصنف من لونها من حجم الحبيبة. أحد التسميات سموها أو العواصف الأفريقية لو هذا اسم يعني إعلامي فقط. لا هو استاذي مع الاسف على الفضائيات مالتنا صار درس مال جغرافيا يجي لك واحد يعني مدير مدري ايش من نسميهم يجي لك على الذره وشو تتحرك ومثل حركه الهواء او يجي هاي استاذي احنا هاي يعني مصيبه تجي تسرح الجرف مال جغرافيا الصف خامس ابتدائي انت قل لي استبق لي انه هاي العاصفه راح تكون سرعتها هالقد سموكها هالقد ثقلها هالقد حركتها هالقد تبدي بالساعه الفلانيه وتنتهي بالساعه الفلانيه اضرارها فلان شيء وتفسر لي مو تجي تتحرك شوف استاذي اذا هاي اللي جت لبغداد اربع خمس عواصف تاخذ اسال اهل اللي اختصاصهم تربه اذا هاي الطبقه كلها انمسحت اللي كلها جت على بغداد والمحافظات راح تجي لك تربه صلده هذا اللي بيقول لك هشاشه التربه مثل جنجلوتيه نعيده انتهت الهشاشه وانت شلت الطبقه السطحيه الهواء شاله صار اسبوعين ليشتغل عليه المفروض تطلع لك طبقه صلبه اذا مات يعني شنو عندك نعم استاذ رمضان حمزه بهذا الموضوع اللي قاعد تتكلم عليه طبعا الجميل بهذه الفترة تقريبا آخر سنتين أكو حقيقة مجموعة كبيرة من الشباب العراق اهتموا بموضوع النباتات والزراعة شيء مفرح جدا. أحد الشباب عد بيج معروف على الانستغرام على الفيسبوك يدعو دائما العالم إلى حملات تشجير وزراعة. طبعا أحد الخبراء الزراعيين مع العلم ضيف دائما في برنامج أرض السواد قال إنه موضوع التشجير غير مهم بموضوع صب العواصف الترابية لأن تجينا بارتفاع عالي. كرة شبابي أيضا يقول لك أن التشجير هو اللي يحافظ على قوة التربة. أنا ما مو خبير بهذا الموضوع بل لكن أنا بدي أشوف معلومات دا أخذها من السوشيال ميديا من بعض البحوث. فأحد الشباب سوى تجربة بموضوع أهمية الزراعة لوقف العواصف الترابية. شوف هذا الفيديو راجعين. سوى تجربة نبين فيها شلون النباتات ممكن تساعدنا أن نتخلص من هذا الجو. راح أحتاج بتجربتنا. تربة تكون خالية من النباتات تمثل لنا الأراضي اللي ما مزروعة وتربة تكون مزروعة تمثل لنا الأماكن اللي بيها تشجير ونباتات وراح احتاج مصدر الهواء راح نعرض ضمن الاثنين المصدر الهواء ونشوف من راح يتأثر أكثر خلينا التربة اللي خالية من النباتات بهالشكل مباشرة أمام مصدر الهواء وراح نبدي نشغله ونشوف ليه يصير التربة اللي كانت خالية من النباتات شلون صارت حركتها مستمرة والهواء قدر يحركها من مكان إلى آخر خلينا نشوف التربة اللي بيها نباتات وهسه عندنا التربة المزروعة راح تتعرض لنفس الكمية من الهواء من نفس المصدر وبهاي الطريقة البسيطة بينا الفرق بين التربة اللي بيها نباتات والتربة اللي خالية من النباتات التربة اللي تكون بيها نباتات تكون متماسكة أكثر بفضل جذور النباتات أما الخالية من النباتات فراح تتحرك بسهولة ويا تيارات الهواء لهذا النباتات واحدة من أهم الحلول اللي تغير لنا هذا الطقس المغبر والمترب المستمر رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين شكرا لهذا الشاب العراقي اللي جاي يوضح كثير من العالم أهمية التشجير ست روان أرجع وياك بموضوع اليوم شركة نخلة ودورها في موضوع البيئة تكون ندوات ورش عمل ممكن بعض المحاضرات للمشاركين تروحون على الفلاحين تعطوهم بعض الإرشادات احنا اليوم دا نشتغل على تعاون ويا الجامعات اللي بيها كليات زراعة
خصوصي يعني احنا بننشر هاي الفتره اللي فاتت قبل هوسه العواصف الترابيه كنا بنشتغل على افتتاح فرع نينوى، فصار عندنا تعاون ويا جامعه الموصل وجامعه التقنيه الشماليه على انه احنا نقدم ورشات عمل تبين اهميه التغيير المناخي لطلاب كليات الزراعه والبستنه والغابات، بالاضافه لانه حد يعني ده نهدف انه يكون عندنا تعاون ويا جامعه بغداد هم يعني بخصوص ممتاز. هذا الموضوع الشيء الاهم من هذا كله انه الورشات والندوات ما المفروض تكون فقط داخل الجامعات، لازم تكون بشكل عام للناس، لانه هي التوعيه للجميع، هي لا تقتصر فقط على الطالب الاكاديمي، لانه هو ده ياخذ معلومات الاكاديميه الكافيه. بنحاول نهدف عن طريق منصاتنا على السوشيال ميديا والويب سايت واللينكدين، بنحاول ان احنا نوصل لابسط الاطراف. شاركتوا بحملات تشجير؟ لا، لحد الان احنا ما مشاركين بحملات التشجير، لانه حملات التشجير بها مشكله هنا. شنو المشكله؟ المشكله ان اللي تصير انه هم يجون الشباب مشكورين، طبعا هم نيتهم جدا صادقه وتهدف للافضل، لكن يجون يزرعون النبته المعينه سواء نخله او غيرها، يزرعها ويروح، ما من بعدها عنايه، ما من بعدها يعني يعني انه يرويها او فشي، بالتالي هاي النبته همين حترجع تموت. فهذه المشكله اللي احنا بنحاول همين نوعي بها، حتى لما نبلش حمله تشجير تكون حمله تشجير ماشيه على اسس صحيحه. تكون فكره انه تسوون حمله تشجير تحت اسم شركه نخله؟ طبعا 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 جدا. احنا عندنا احنا كلها كشركه واختنقنا، ما هي هاي الفكره كشركه خصوصا بعالم رياده الاعمال، لازم يكون عندك كل شيء مجدول، لازم يكون عندك خطة واضحة. يعني أنا اليوم مو فريق تطوعي حتى أشتغل فزعة موظفين وهذا، فأكو عندي جدول. أنا متابع حقيقة صفحاتكم، متابع عملكم، أكو محبين لكم يعني بعدد كبير جدا، ممكن يصير دعوة للتطوع. طبعا أكيد طبعا، بس ما قلت لك هي الموضوع هو مو فزعة. أنا اليوم يعني واحد من الشباب اللي مهتمين بالبيئة، الناشط البيئي مهدي ليث، مهدي ليث واحد من أصدقائنا يشتغل على موضوع الفزعة، انا اقدر اشتغل هيك. استاذ رمضان، استاذ رمضان حمزه بعده وانا اكيد. استاذ رمضان تسمعني؟ نعم نعم. طبعا الان وصلنا الى تقريبا نهايه برنامجنا، اخر الدقائق. يعني اليوم بخبرتك الاكاديميه، خبرتك العمليه اللي عندك بحوث كثيره، وما شاء الله نشوفك على الكثير من القنوات الفضائيه تتكلم بهذا الموضوع، نصيحتك إلى وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، نصيحتك إلى الحكومة العراقية عموما. نصيحتي أنه العراق صار على أجندة العطش رسميا. الحكومة العراقية الجديدة تخلي لها لو تبقي على شخص السيد مهدي الحمداني مع منحه صلاحيات واسعة، أو شخص من أهل الماء يعني يكون تكنوقراط بعيد عن الطوائف، يكون إلى خبرة وإلى صلاحيات ودعم مالي لإنقاذ العراق. يعني السفينة تغرق، يجي لك واحد يعني مثل يقولون طوق النجاة. الحكومة لازم تشكل، أنا المفروض الحكومة تشكل على الملف المائي، على الأزمة الاقتصادية أو الغذائية اللي راح تواجهنا، هذا الأساس. طبعا من نقول الأزمة المائية تدخل من الأزمة العواصف كلها، إذا يقول لك إذا صلاح القلب أو الجسم صلاح الجسد، فالماء الأساس. العراق هذا وضعها صار رسمي، التقارير اللي تيجي طبعا هي التقارير ما حكينا عليها لان البرنامج انتهى، هاي التقارير كلها مفزعه للعراق، ما لها مصداقيه مثل هذا رايي طبعا، ما ذاك المصداقيه، مجرد تخويف للشعب العراقي من ايقاع العراق مع هايتي ومع دوله اخرى، يعني بس يذكرون العراق زين. المفروض تكون يعني وجهه نظر صحيحه، العراق المفروض يكون له وفد تفاوضي قوي، مو مباحثات، يعني تفاوض على مستوى الناس اكفاء من وزاره الخارجيه ووزاره التخطيط ووزاره الموارد والزراعه، ناس اهل اختصاص يقعدون بطهران اسابيع، يقعدون بانقره الى ان يجيب حقوق العراق. منا يكون الجديه انه عدم تلويث الانهار، ما تبقى من المياه ما تتلوث، على الاقل نحافظ عليها، نصفي الموجود، نعالج الموجود، ونشيل التجاوزات، ونغير مثل ما قال ستروان، نجيب لنا النخيل وبعض المحاصيل الاخرى اللي تتحمل الملوحه وهذه الشغلات، والسياق نؤهل تاهيل
التأهيل هاي لحلقة خاصة تأهيل بحيرة الثرثار. أكيد نتكلم عن تأهيل بحيرات مستقبلا. كل الشكر لك أستاذ رمضان حمزة مدير محل استراتيجيات المياه والطاقة في إقليم كردستان. حقيقة يعني اليوم متشرف بقامة علمية مثل حضرتك. ستروان بأقل من دقيقة نصيحتك اليوم للجهات المعنية وللحكومة العراقية لهذا الملف. تعاون مشترك، تعاون مشترك ما بين الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، شباب ريادي الأعمال، قطاع ريادة الأعمال الزراعي، وقطاع الشركات الخاصة التقليدية مو بس ريادي الأعمال، بنفس الوقت تعاون مع ناشطي البيئة. قبل شوي لما قلت يشتغلون بنظام الفزعة اللي هي الشغلات اللي سريعة هذا التعاون المشترك لازم يصير بين الكل، لأنه إحنا كلنا نتحمل هذه المسؤولية. نخلة اليوم بتشتغل على رعاية 12,000 نخلة في شوارع بغداد، ممتاز. شوارع العامة بالبلديات كلها إحنا بدنا نشتغل عليها وبدنا نحاول نقدم لها رعاية صحيحة حتى تساهم أكثر ممكن بتغيير البيئة. كل شكرا لستروان الزيدي المدير الإداري لشركة نخلة على كل هذه المعلومات. يا رب نلتقي بكم بحلقات أخرى على مود أيضا نوضح للعالم أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا أحبتك المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. نلتقيكم بحلقات أخرى، للقاء.